ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة البيت بيتك. النهارده عندنا خبر رياضي بيتكلم عن مرتضى منصور يفتح النهار على حازم امام. قرر مرتضى منصور شطب عضوية حازم امام من الزمالك، ويا ترى حازم امام هيرد عليه؟ هنشوف. قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شطب عضوية حازم امام عضو اتحاد الكرة نجم الزمالك السابق. وقال مرتضى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الزمالك قرر شطب 4 من عضوية نادي الزمالك. أعضاء اللجنة الأولمبية وهم حازم إمام، هشام نصر، خالد ناصف سليم، وياسر إدريس، بعد توقيعهم على بيان اللجنة الأولمبية مشيرا أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم. وجاء مرتضى حديثه لحازم إمام: فشلت في أودينيزي وأنا من أعدتك لنادي الزمالك، كنت تحصل على 3 ملايين جنيه وعقدك لم يكن مجانيا. وكمل بعد كده قال إيه، موجه حديث لحازم إمام: أشعر بالخجل لك على وقوفك ضد النادي وإقرارك عدم لعب المباريات بالنادي، وإلا كان الفريق مهزوما. لا يا حازم، أنت المهزوم والمكور. وكانت لجنة الانضباط التابعة للكاف قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40,000 دولار بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي سكرتير الاتحاد بخلاف قرار اللجنة الأولمبية تجميد رئيس النادي. يبقى القصة هنا لمرتضى منصور شطب وقرر فعلا شطب عضوية حازم إمام، وأربعة من النادي تم شطب عضويتهم اللي هو حازم إمام وهشام نصر وخالد ناصف وياسر إدريس. هنشوف بعد كده في فيديو قادم إن شاء الله رد حازم إمام على مرتضى منصور. تابعونا في قناة البيت بيتك حتى تصلك كل جديد إن شاء الله. نشوف الرد في الفيديو القادم إن شاء الله. في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.